بكل من ضحى من أجل وطن ترفرف عليه رايات الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، نفتتح المؤتمر العام لحزب الكرامة دورة المناضل الراحل الكبير عزازي علي عزازي. حزب الكرامة الذي ناضل أكثر من 40 عاما. ممكن يكون حاجة زي كده، لكن يختلفوا الصحفيين. لا في استفزاز. لا حضرتك كنت موجود النهاردة في المؤتمر من الأول؟ أنا رجيت حوالي الساعة 10. طيب إيه أهم الحاجات اللي النهاردة حصلت في المؤتمر وركز عليها وتسحم دي في الكلمة؟ اللي هو أهم حاجة ترشيحه في الانتخابات. أكد على ترشيحه، وأكد أنه بيمثل فئة كبيرة من الشعب اللي هم المصريين والقوميين والعمال والفلاحين والطبقات اللي هي كانت يعني مشروع عبد الناصر. ترشح أستاذ حمدين دلوقتي هيكون قدام السيسي شعبية السيسي؟ هو طبعا دي مش عايزة كلام، شعبية المشير السيسي طاغية جدا، شعبية كبيرة جدا، بس من حق حمدين او اي واحد غيره ان هو يترشح، حتى عشان يبقى فيه الشكل الديمقراطي اللي احنا بنسعى اليه تطبيقه في ان في الانتخابات القادمة. ما يقولوش ان واحد بس نزل وبالتالي ممكن تؤول، وانت عارفة ان مصر مستهدفة الان من كل الدول اللي هي بتحقد عليها، وعايزين يصوروا مصر على انها لم تقدم يعني في خارطة الطريق ولم تتقدم في الدستور والى اخره، وبيشككوا في كل حاجه. فاحنا برضو يعني انا بقول لو السيد حمدين ينزل وغيره وغيره وغيره، والصندوق هو اللي هيحسم في النهايه. طيب حزب الكرامه دعم استاذ حمدين مرشح للرئاسه، دعمه في انه يكون معاه في الانتخابات؟ بالتاكيد. وفي نفس الوقت بيدعم السيسي كمرشح للرئاسه؟ حزب الكرامه يعني عارفه زي اللي في مفترق طرق، هو بيدعم حمدين وفي نفس الوقت برضو يعني عينه على السيسي. يعني مين المرشح اللي حزب الكرامة هيقف جنبه او هيقول ان الاعضاء انت بتقول حمدين؟ تأكيد مش التزام حزب حمدين، ولكن احنا بنقول دائما ان احنا نحافظ في تعاملنا اعلاميا او غير او في الشارع او كده على القوات المسلحة وعلى صورة المشير السيسي، حتى لا ندخل في مهاترات تضر بينا وبين الفريق الآخر لصالح فئة أخرى. تمام. اللي هي معروفة طبعا فئة الأخرى. أنا ما أعتقدش تماما إن هو ممكن يتضايق من انتقاد حد ليه أو من إن أي حد بيعارضه، لا هو في حالات مختلفة من المعارضة دي، في معارضة من يعني في نقد إحنا لازم نتقبله ولازم نسمع له، لأن ده إحنا بنعتبره دعم لنا، لأن إحنا لازم نسمع الأصوات الأخرى ونعرف الناس رأيها إيه، بحيث إن إحنا نقدر نعالج ده أو نقدر نفكر فيه وندرسه. جايز ممكن يكون هو رأيه صح، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأيه خطأ يحتمل الصواب، فأنا محتاج إن أنا أسمع. لكن لما يكون بيتكلم بشكل فيه إهانة أو خارج عن نطاق النقد البناء، فده أنا مش مضطر إن أنا أسمع له أو مش مضطر إن أنا أرد عليه أصلا، ومش مضطر إن أنا أتأثر بيه، لأن هو لو عنده حجة كان هيواجهني بالحجة، لكن طالما هو ما عندوش حجة وهو بيتعامل معايا بالشكل ده أنا مش محتاج إن أنا أرد عليه ولا أتأثر بيه. وأعتقد إن حد في المساحة إن هو مرشح لرئاسة الجمهورية مش هيبقى عنده يعني مجال إن هو كل ما حد هيهاجمه إن هو يغمى عليه، ده شيء طبيعي جدا إن هو لا هيتقبل، لأن هو المفروض مرشح لرئاسة الجمهورية على 90 مليون هيواجهه.